اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف في حلقه جديده من برنامجكم ميكرو سبور اليوم نزلنا للشارع المغربي سولو المواطنين المغاربه واش عندهم ثقه كامله في ان اللاعبين المحليين قادرين يديو البطوله ديال الشان خصوصا بعد التاهل ديالهم للدور الموالي من البطوله الافريقيه للاعبين المحليين نشوفوا الاجابات ديالهم ونرجع لكم من بعد ما فين خويا حنا كنا ناخذ الثقة الكاملة في المنتخب المحلي على المنتخب الأول، المنتخب المحلي كيدافعوا كي أصلا هما من الأول في الديبار عندهم بطولة هنايا، يعني عارفين الأجواء ديال كازا وديال المغرب كيفاش دايرين في أي تيرة لعبوا سوا كازا سوا أكادير سوا طنجة، وإن شاء الله يكون خير، يكون خير إن شاء الله. <applause> آه إن شاء الله، كيبان يعني أنا ديالهم بكل ثقة إن شاء الله غادي يديوا الكاس ديال, ديال الشام. أه بطبيعة الحال عن# اللاعبين البطولة المحلية عندهم كفاءات عالية لان اللاعب المغربي ملي كتشق فيه وكتعطيه واحد كتعطيه واحد الامتيازات وكتعطيه كتوفر كتشو ليه واحد الحقوق ديال كما المفرين نيت الاوروب لا سيما اللاعبين ديال اوروبا مثلا إيطاليان سبليون فرنسا الدول المتقدمه عندهم لاعبين علاش كيقى عندهم الحقوق في النقل الحقوق في سميتو البنيه التحتيه عندهم كذلك سميتو سميتو التوفير المادي كذلك الامور المعنويه هذا اللي كيساعد اللاعب باش كيوصل وكيزيد يحسن من المقدورات ديالو المؤهلات ديالو الكرويه عكس عكس اللاعبين اللي عندنا حنا في اللاعبين المحليين ما كيلقاوش واحد الدعم الدعم الكامل ما كيلقاوش علاش الجامعه الله كي كيكتكافح مع المصاريف ديال الملعب والمصاريف ديال الصحافه والمصاريف ديال الامان وهذه يعني باقي خاصنا واحد باقي خاصنا واحد شويه ساره باقي خاصنا دعم اه ان شاء الله علاش لا ان شاء الله عندنا ثقه ما ان شاء الله وغادي مزيان والحمد لله الماتش كاع اللاعبين دابا شي 300 شان او بخير زعما مزيانين لا مستوى الاداء وكل شيء زوين إن شاء الله غيكونوا مزيانين الا بحال بحال هكا ان شاء الله غيكونوا مزيانين و حس المستوى ديال العناصر دي المنتخب المغربي في جيد وحتى التقنيات اللي ظهروا عليها اللاعبين المحليين تقنيات اللي تخول لهم انهم يفوزوا بهذه البطوله المحليه ديال كاس افريقيا المحليين عندي الثقة الكاملة في اللاعبين المحليين ديالنا أنهم إن شاء الله يفوزوا بهذه البطولة الإفريقية وذلك نتيجة للمستوى اللي ظهروه سواء اللاعب اللي هما لعبوا في المقابلة الأولى والثانية أو حتى اللي لعبوا ضد السودان المستوى ديال اللاعب المحليين مزيانين يعني خاصهم غير شوية تجربة وتعطاهم تعطى الفرص للعابة الآخرين باش يدخلوا يشاركوا في تا هما في البطولة لأن تنشوفوا المستوى ديال ديال اللاعب المحليين خصوصا المثال ديال بن الشرقي يعني لعاب تبارك الله عطاته الفرصه وهو دابا الحمد لله تباع الفرقه الهلال السعودي يعني حتى اللعاب الاخرين خصهم نعطيهم فرص اللي عطيناهم فرص غتكون عندنا غنوليو دائما تنعولوا على اللاعب المحلي وغيعطي الكثير المنتخب الوطني المغربي ولكن الناخب الوطني المغربي خصو يعطي الثقه للعابه ديال المحليين دي دي ما نبقاوش نعيطوا على دي ديال اللعابه ديما ديال الاجانب نشركوا الناس ديال اللعابه ديال الاجانب اللي كيلعبوا في البطوله الاحترافيه واللاعب المحلي حتى هو نعطيو الفرصه ديالو وان شاء الله غادي يربح أه ما كتهمش الثقه كتهم شنو عندهم في وان شاء الله غادي يديروا شي حاجه والا ما كناش ما فيهم ما غاديش نتفرجوا فيهم ان شاء الله غايجيبوا رجعنا لكم اخرى مشاهدينا كما شفتوا معنا في الاجوبه ديال المواطنين المغاربه كاملين تيقولوا بانهم عندهم ثقه كامله في ان المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين قادرين انهم يفوزوا بهذه البطوله ديال الشان خصوصا بعد المستوى الكبير والجيد اللي ظهروا به الى هنا كنكون وصلنا لنهايه برنامجكم ميكرو سبور كنضربوا لكم في حلقه جديده سؤال جديد على خير